Anna. And I was tagged on my name that Bona Bebos is now in the street. When I go to send Instagram, I see that book. الاساس ده عباره عن هو الاساس بتاع الباريزم في البروجرامنج. يعني مثلا لو عندنا بروجرام بيعمل تاسك كبير, التاسك ده عباره عن تاسكات صغيره بس هي بارل مع بعضها, يعني مش يعني فيها اندبندنت. فبالتالي بنستخدم الثريدز عشان نوفر وقت, وبحيث ان البروجرام ما يبقاش شغال سيكونشال وياخد وقت منها كبير, بالرغم من حاجه اندبندنت وممكن تخلص في وقت اقل من كده. فأوري الحاجات اللي احنا قلناها ده فاونديشن او بايبل فرونت كمبيوتر سيستم, ودي بتبقى استدل باندرون هاز اندبندنت انتس, يعني كل حاجه ما بتبقاش معتمده على الثانيه. ودي لو عندنا برنامج زي ما قلنا, لو تاسك كبير بنقسمه لتاسك صغيره فبيبقى مالتي ثريدنج, وبتقسم على لو عندنا مثلا سي بي يو اللي عندها مالتي بروسيسور ده بنشتغل كل ثريد بتروح تشتغل على بروسيسور معين, او لو عندها بروسيسور واحد بس مالتي كور بيروحوا يتنفذوا على كذا كور الموجود عندنا وبتبقى امبارل. انما لو عندنا وان بروسيسور مع سنجل كور فهو هنا بيشتغل بكونسبت زي الثريدز اللي هو بيها الانترليفنج, بحيث ان هو بيتقسم برضه لاجزاء والثريدز ده بتشتغل عليها نفس النظام, يعني بنفس النظام اللي بقى لازم هنا. وده مصطلح مهم ده, ان الثريد از ذا لايت ويت بروسيس, يعني هو يعتبر بروسيس بس عشان بيشير المول. يعني مثلا البروسيس ده بيبقى ليها ثلاث حاجات برايفت, لها برايفت ادرس والكود والداتا والستاك والهيب. يعني كل بروسيس ما بتشوفش الحاجه اللي موجوده عند البروسيس الثانيه, يبقى لها ايه برايفت ادرس ادرس سبيس وكود وداتا وهيب وستاك. اما الثريد فهما بيشير الميموري, بيبقى شايف الكود والداتا بس مش الستاك. يعني الثريدز كلها بتبقى شغاله على ستاك واحد بس كله كل ثريد لها جزء معين فيه, فكده الثريد ما بتشيرش الستاك, تمام. انما الثريدز بتشير الكود والداتا, انما البروسيس ما بتعملش شير لاي حاجه. يعني كل بروسيس ليها برايفت ادرس سبيس ولها ستاك ولها هيب ولها الكود والداتا بتوعها, تمام. فهي هنا الثريد از ا لايت ويت بروسيس, الثريد بتشير الكود والداتا انها ما بتعملش شير
للستاك، وبالتالي البروجرام كاونتر برضه ما بتعملوش شير، يعني الستريت ما بتعملش شير لا بروجرام كاونتر ولا ستاك، انها بتعمل شير للكود والداتا تمام. انما البروسيس ما بتعملش شير لاي حاجه، ليها برايفت ادريس سبيس وليها برايفت ستاك وهيب والكود والداتا خاص بيها تمام. والستريت ده بالدايز يعني ترمينيت لو البروسيس قفلت طبعا يعني دايز تمام. وده الفرق اللي احنا سألينه، ان البروسيس every process has address space code with data stack وهيب، انما هنا الثريد have same address space، لا نفس الادرس سبيس نفس الكود والداتا وبيشتغل على ستاك معين، بس كل ثريد بيشتغل على جزء معين فيه، يعني كده ما بتعملش شيل للستاك تمام. والثريد برضه عشان ما بتعملش شيل للستاك ما بتعملش شيل للبروجرام كاونتر. دي اللي احنا مسألينها. وهنا بقى البروسيس بتاخد تايم اكتر للكرييشن زي الثريد، يعني بتاخد وقت اكتر. دي مميزات الثريد عن البروسيس. دي اللي احنا قلناها. وده شكل كده بيوضح ان البروسيس بيبقى ليها الكود سيجمنت وده سيجمنت والهيب وستاك خاصه بيها، كل واحده ما تبقاش شايفه الثانيه، والريجستر كمان. انما هنا في الماستر بروسيس بيبقى بتشير الكود والسيجمنت وده سيجمنت والهيب كمان، انها ما بتشيرش الستاك ولا البروجرام كاونتر تمام. وده اكزامبل بسيط، بس هو هنا مش كود، هو عباره عن سودو كود بس بيوضح المثال. انما الكريت ثريد ليه امبلمنتيشن معين، فهو باشمهندس ايه هتشرحه بعد ان شاء الله، بس هو ده بس عباره عن سود بس كود يوضح بس الفكره. هنا مثلا داون الطبيعي يعني اتريشن طبيعي هيعمل فور لوب، وبعد كده المفروض بياخد الرو الاول بيروح في الفيكتور وبيحطه في اول اليمنت، والرو الثاني بيروح في الفيكتور ويحطه في ثاني اليمنت. هنا بقى لو احنا مثلا ايه، هنا كل لما نيجي نضرب الرول الاول في فيكتور او الرول الثاني في فيكتور كده مش هيعتمد على الثاني، يعني كله اندبندنت. فبدل مثلا ما نشتغله هنا سيكونشال، هو هنا في اول واحده بيخلص اول اتريشن اول واحده، يعني هيضرب الرو في الفيكتور ويحط اول المنت، وبعد ما يخلصها يقوم ماشي يضرب ثاني رو في الفيكتور ويحط ثاني المنت وبعد كده وهكذا. انما هنا في الحالات الكريت ثريد دي هو الفور لوب الاتريشن بيبقى عباره عن مين ثريد، احنا بقى بنكريت جواه ثريد بحيث ان هو ايه كل مره هو الفور لوب شغاله لوحدها، يعني شغاله اتريشن عادي، والكريت ثريد ده بيكريت ثريد بتعمل تضرب اول لوب في الفيكتور وتحطه وتطلع اول اليمنت وهكذا، بس بيبقوا كلهم شغالين مع بعض اندبندنت. انما الفور لوب لوحدها تبقى شغاله بتعمل اتريشن ونفس النظام الثاني ده شغال مع بعض لوحده اندبندنت عن المين ثريد تمام. هنا بقى دون عباره عن الستاندرد اللي بنشتغل بيه في السي لانجوج، بتبقى عباره عن بي ثريد، بيبقى عباره عن لايبراري بنحطها في اول البرنامج لما نكتب كود في السي لانجوج، بنحطها عشان كلود بي ثريد اتش كهيدر فايل في الاول، فبنقدر نستخدم يعني الفانكشن اللي بتوضح لنا الثريد اللي هي هتوضح لنا الجدول الثاني. الفانكشن دي اللي هي سواء كرييشن او جوينينج والموتكس والكونديشن فاريبلز، ده كله هيتشرح طول فتره المحاضره ان شاء الله. والجدول ده هي ده مثلا بيبقى عباره عن مثلا عاوزين نعرف ثريد معين، بعد ما بنحط هاش كلود الهيدر فايل في الاول ده بي ثريد دوت اتش داون بي ثريد داون عشان نعرف مثلا ثريد البي ثريد اتريبيوت ده لو عاوزين نعرف له اتريبيوت والميوتكس وفين البروديوسر والكونسيومر، ده كله ان شاء الله هيتشرح بالتفصيل في الوقت اللي جاي ومع اجواد يعني بتوضح الامثله دي. وداون الكوماند لاين الاخير ده لو احنا حبينا مثلا نعمل run البروجرام او كومبايل، ده الكوماند لاين اللي بينفذ الكومبايليشن بس كده. مش هنسى اي كان معانا السيركليشن.
thread creation وازاي نكريت thread وكده. في معلومة المفروض نكون عارفينها هي ان المين بتاعنا اساسا thread. احنا لما بنيجي نرن البروجرام هو بيعمل creation للمين thread ده لكن لو انت عايز ان انت تعمل thread explicitly يعني انت عايز تعمل thread خاص بيك غير بتاع هو انت لازم تقوله الكلام ده explicitly. لكن المين هي مع نفسها بتتكريت automatically. طيب ازاي احنا نعمل thread بتاعنا عن طريق pthread create؟ دي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. pthread create هي function بتقدمها library بتاعت pthread.h بتكلم عنها بشمهندس كريم. الفانكشن بتاخد 4 arguments وبترجع integer. function بترجع 0 لما تكون عملت creation successfully يعني خلاص الثريد بتاعك اتكريت تمام وكل حاجه مظبوطه هي بترجع لك 0. حصل error هي بترجع رقم الايرور. لكن لو رجعت 0 اعرف ان كل حاجه تمت تمام وان الثريد created successfully. طيب هي بتاخد 4 arguments. اول argument هو pointer to pthread underscore 3. الارجيومنت ده هي بتحتفظ فيه بالاي دي بتاع الثريد الجديد اللي اتكري وهي بترتيرن كده بتحط في الارجيومنت ده الاي دي بتاع الثريد الجديد. تمام. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن كانه رقم كبير بس بتحتفظ فيه بالاي دي مش اكتر يعني هو داتا تايب بتقدمه للايبرري بس. تاني حاجه بتاخد كونستنت اتريبيوت. بمعنى الاتريبيوت ده بيبين بيدسكرايب الثريد نفسه ازاي هيتصرف البيهيفير بتاعه هيبقى عامل ازاي يقدر يعمل ايه ما يقدرش يعمل ايه. الاتريبيوتس هنتكلم عنها بشكل مفصل ولكن كل اللي محتاجين نعرفه عنها حاليا ان هي بس الاتريبيوت ده بيوصف الثريد بتاعي يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه. تالت حاجه بتاخدها هي بوينتر للفانكشن بتاعتك. انت دلوقتي بتعمل ثريد عايز تستفاد منه اكيد في حاجه اكيد مش هتكريت ثريد وتسيبه فاضي كده فاكيد هتبعت له كود هو يعمل له اكسكيوشن كود يشتغل بيه فالكود ده انت بتحطه له في فانكشن وبتبعت له بوينتر للفانكشن. الفانكشن شغاله انها تكون بتاخد انبوت بوينتر وبترجع void بوينتر. رابع ارجيومنت هو void بوينتر ارجيومنت. ده الارجيومنت بتاع الفانكشن بتاعتك انت بتبعته عن طريق pthread create. طيب لو ملاحظين هي الفانكشن بتاخد انبوت واحد بس. طيب لو انا عايز اكتر من انبوت في طريقه برضو هنعرفها قدام ان انت لو عايز تخلي الفانكشن تاخد اكتر من انبوت فانت يعني بتجمعهم في الاخر في سنجل ارجيومنت برضو وبتبعته للفانكشن. هنعرف ازاي نعمل ده؟ الفانكشن لازم ترجع بوينت بوينتر وده شرط زي ما قلنا. طيب تعالوا نشوف هو كده هنا بيقول ايه؟ بيقول ثريد هو اوبيك هو يونيك ايدنتيفاير للنيو ثريد اللي جاي ده اللي احنا قلناه. طب يعني ايه اوبيك؟ اوبيك هو السي مش زي السي بلس بلس. السي بلس بلس تسمح بالكلاسز تسمح بالاوبجكتس لكن السي ما فيهاش اوبجكتس السي فيها ستراكتس بس. فالاوبيك ده كانه انستنس من الستراكت اللي اتكلم فهو بالظبط كده كانه اوبجكت ولكنه السي مش بتدعم الاوبجكتس فعشان كده قال عليه اوبيك. الاديتور او الاتريبيوت اوبيك بيدسكرايب زي ما قلنا بيدسكرايب البيهيفير بتاعه يقدر يعمل ايه ما يقدرش يعمل ايه. بس لو انت مش عايز تقياس اتريبيوت انت عايز تشتغل على الديفولت خلاص انت ابعت له نال هنا هو هيشتغل على الديفولت اتريبيوت. قلنا هنتكلم قدام ان شاء الله على الاتريبيوتس وايه وظيفتها وكده. الستارت روتين دي الفانكشن بتاعتك اللي قلنا الاستفاده اللي احنا بنستفادها من الثريدز زي ما باشمهندس علي قال مثلا احنا مثلا محتاجين نعمل سيرش انجن فمحتاجين ان السيرش يكون سريع قوي محتاجين كراولر يجمع اكبر عدد من الدوكيومنتس فبنقدر نقسم شغل تجميع الدوكيومنتس ده على اكتر من ثريد فبنسرع العمليه كل ثريد بيجمع عدد من الدوكيومنتس في الاخر هم بيشتغلوا ان بارل مع بعض بيخلصوا اسرع بكتير. اخر حاجه هو السنجل ارجيومنت زي ما قلنا ده اللي انت بتبعته للفانكشن بتاعتك لازم تبعته ريف باي ريفرنس ولازم تبعته بوينتر تو بوينتر. الفانكشن بتاعتك ما بتاخدش ارجيومنتس عادي خلاص هتبعت هنا نال زي ما الاتريبيوت ده بيتكلم شويه او نقدر نفهم اكتر لما نتعمق خالص ولكن هو بيتكلم عن السكادولينج بوليسي مين هيشتغل الاول مين هيشتغل الاخر يعني بيتكلم عن الموضوع شويه واسع اكتر ولكن هو بيتكلم عن السكادولينج بوليسي في انهيرتنس في برايورتيز الستاك سايز هيتقسم بين الثريدز ازاي وهكذا. لما بنيجي نستخدم الثريد اتريبيوت ده لازم بنستخدم معاه فانكشن في ثريد اتريبيوت انشالايز في ثريد اتريبيوت ديستروي نستخدمه عشان نشتغلايز او ديستروي ثريد اتريبيوت. طيب احنا في فانكشنز ثانيه عشان نقدر نسبيسيفاي الاتريبيوت ده بالظبط عايزين نقسم ازاي الستاك مثلا بينهم وهكذا ولكن الموضوع
يذهب الى الرويس اكتر فمش هنتعمق فيه يعني. ده اكزامبل عشان نعرف بس ازاي نتعامل مع فانكشن. هو هنا في المين خد اوبجكت من بي ثريد او ريسبونسيفر او مش اوبجكت يعني، هو خد منها انستنس وبعت الادرس بتاعه عشان الفانكشن تاخد باي بوينتر، بعت الادرس بتاعه عشان هو المفروض الفانكشن وهي راجعه بتحط الاي دي هنا، الاي دي بتاع الثريد الجديد. زي ما بنعمل بروسس بيبقى ليه اي دي، الثريد برضه بيبقى ليه اي دي عشان الاو اس يقدر يتعامل معاه، فهو بيدي له اي دي ويحطه في الارجيومنت. نال قال انا مش هبعت اتريبيوتس، هو هيستخدم الريفرنس اتريبيوتس. الوركر ثريد فانكشن دي فانكشن اللي هو بعتها البي ثريد هيتعامل معاها هيعملها اتريبيوتس. اخر حاجه هو التي اي الارجيومنت بتاع الفانكشن، هو عمل هنا ان الارجيومنت بتاع الفانكشن هو نفسه الاي دي بتاع الثريد الجديد، هو عايز يبعت الاي دي للفانكشن هيعمل بيه حاجه معينه. هنا بيقول الاول هو هنا عامل كاستنج بوينت بوينتر، هو هنا مش لازمه قوي لان هو يعني هو اوريدي اصلا بوينت بوينتر هيعمل له كاستنج ليه، بس هو بيعرفك انت مثلا ممكن تكون عامل حاجه ثانيه ترجع تعمل له كاستنج عادي يعني، الموضوع مش مشكله. انت مثلا ممكن تكون عنده انتجر تعمل له كاستنج بوينت بوينتر مش مشكله. هنا بس هو بيقول لك تلاحظ ان انت ما ينفعش تكتب الفانكشن كده، لو كتبت الفانكشن جنبها كوسين كده انت كده بتكسكيوت الفانكشن، كده مش باعت بوينتر للفانكشن. يعني هي البوينتر اسم فانكشن هو بوينتر ليه في الاخر، يعني الفانكشن في الاخر هي سيت اوف انستراكشنز بالظبط زي ما الاراي بنقول اسم الاراي هو بوينتر للاراي، فالفانكشن برضه اسم الفانكشن هو بوينتر للفانكشن، لان الفانكشن بتتسجل في الذاكره كانها سيت اوف انستراكشن فاسمها هو بيبقى بوينتر ليها في الاخر، فعادي بنبعت اسمها او كده من غير العلامه بتاعت الكوسين تمام. هنرجع تاني هنا بس هنشوف بس الفانكشن بتاعته بتعمل ايه. وعمل لونج استرس اي بي، خد الاي بي ده عمل له كاستنج لونج استرس، عايز يستخدم القيمه اللي جواها عايز يطبعها بس، يستخدم برنت اف يقول هالو ورك ديز رقم كذا. ال ال دي دي صار لونج ديسيمال، دي ريزيرفد بالنسبه للبرنت اف، يعني هي تاخد الرقم من هنا ده وتحطه هنا في المكان ده تمام. نرجع تاني هو هنا في ثريد اكس هات دي معناها ايه اصلا؟ دي بتقول للمين استني ما تقفليش، يعني لما الدستور دي تخلص ما تقفليش، استني الثريد اللي شغال ده يخلص شغله بعدين وقف تعملي تيرمينيشن براحتك. طب لو ما استناهاش، لو ما كتبتهاش مش هيديك ايرور، مش هيحصل حاجه، هي بس هتقفل وده لسه مخلصش شغله فمش هيطبع حاجه اصلا تمام. فهي مهمتها كده تقول لها استني ما تعمليش تيرمينيشن دلوقتي لان ما ده يخلص، ما كتبتش مش هيحصل ايرور، مش هيحصل ايرور ولكن ده ما اشتغلش اصلا يمكن اكون ما عملتش حاجه. ده ازاي بنكمبايل فايل ونعمل له راند كده، بنستخدم الجي سي زي ما باشمهندس كريم قال اسم الفايل وبعدين بنلينك الفايل مع البي ثريد لايبرري تمام. هي اسم الاوت فايل باي ديفولت اسمه اير اوت، لما بنيجي نراند الفايل بيكون الاوت زي يعني ما اتكلمنا برنت اف تبعي وخدت الاي دي تبعي بس ان شاء الله. اكزامبل تاني هو هنا نفس الفكره تقريبا، ولكن له بدل ما عمل ثريد واحد عمل ثلاثة وحط الادرسيس بتاعتهم في الري، بدأ يبعت كل مرة واحد من الثريدز دي للفانكشن، فبدل ما هي هتطبع هالور ثريد مرة واحدة تطبع ثلاث مرات، وده شكل الأوت. بس شوية معلومات كده عن في ثريد كرييت، بيقول إن هي بتكرييت النو ثريد ده وبتخليه اكسكيوت، انت مجرد ما بتعمله زي ما شفنا كده هي بتشغله عادي وبيشتغل والدنيا ماشيه تمام، يعني انت مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه ثانيه جنبها، هي خلاص بتشغل الثريد وبتظبط كل حاجه. حتى انت تقدر تعمله كول في اي عدد فايل في الكود بتاعك عادي جدا يعني خلاص. اول ما الثريد بيتعمل له كرييشن ثريدز ار، يعني ايه ثريدز ار بي؟ بمعنى انا مثلا ثريد 2 عملت كرييشن ثريد 4، ثريد 4 يقدر يعمل ثريد 6 عادي تقريبا عن نفس القدرات بتاعت ثريد 2 بالظبط، يعني عادي يقدر يعمل كريشن زي ما ثريد 2 عمل كريشن. طيب there is no implied hierarchy or dependency between threads. No thread can terminate each other. يعني النقطة دي أصلا بتخاصم على اللي قبلها قوي، بيقول إن هو مش عشان مثلا ثريد 2 عملني فهو يقدر يقفلني أو يقول لي خلاص وقف يعمل لي ترمينيشن، لأ هو مالوش دعوة بيا أنا، ما حدش يقدر يعمل ترمينيشن ليا يعني، ما فيش حاجة اسمها عشان ده عملني هو ده اللي يقدر يوقفني. الفانكشن زي ما قلنا كده بتتن انتجر، لو زيرو يعني خلاص الثريد كريتد سكسسفولي، اذروايز بترجع رقم
في ثريد كرييت بتسمح لك ان انت تبعت بس وان ارجيومنت للفانكشن بتاعتك. طبعا الفانكشن بتاعتي بتاخد اكتر من ارجيومنت. اعمل ايه؟ نعمل فكره بسيطه قوي، ان احنا نعمل ستراكت نحط فيه اللي احنا عايزينه كله ونبعت بوينتر للستراكت ده للفانكشن. ففي النهايه انت بعت ارجيومنت واحد، ولكن انت بعت يعتبر انترنال كده في كذا انبوت جوه الستراكت ده. مثال اهو على استخدام الستراكت. هنا مثلا هو عامل ستراكت حاطط فيه انجلت الثريد اي دي، وحط فيه مسج كارت الاريه مثلا، وعامل الفانكشن بتاعته برنت هالو بتطبع كلمه هالو بس. فخد عمل فيها انتجر برضه كارت الاريه. كل اللي عمله ان هو عمل بوينتر الارجيومنت ده بياخد منه الداتا بتاعته بس، بياخد منه الثريد اي دي اللي فيه، بياخد منه المسج اللي معاه اللي جايه له يعني، ويطبعها. جه هنا في المين اما عرف 10 ثريدز كل واحد هقدر حرف من كلمة هالوور، وعرف الأول يعني هو عرف 10 threads وعرف 10 characters. كل واحدة فيها الحرف من كلمة هالوور. وبعدين عمل من الاستراكت ده array. شايفين كده صح؟ thread struct عمل منه array. وبعدين في الفور لوب هنا بدا ان هو يبعت الادرس ده الماي ادرس ده الارجيومنت اللي هيبعته للفانكشن، اداله الثريد اي دي بتاعه، وهو عايز هنا يديله اي دي مختلف عن الاي دي اللي بيديله الكويس. هو قال ان انا هبعت له الراين بلس كان عشان انا يعني ده هو الراين تمام. وبعت المسج اللي احنا عملنا لها كريشن فوق حطها في الماي ادرس، الماي ادرس ده اصلا هيبدا يبعت له الفانكشن. هنا برضه لو نفتكر هو هنا مش عايز يبعت اتريبيوت، ده اسم الفانكشن او من غير عنده الاتريبيوشن، وده الادرس بتاع الثريد اللي اتعمل له كرييشن، وده كان الاوت. الاوت زي ما انتم شايفين كده مش مترتبه، لان هو البروسيسور بيجي له مثلا كذا ثريد كلهم ليهم نفس البريورتي، فعادي بيشغل اي واحد قبل الثاني. مش يعني طالما انت مش حاطط له كونديشن تقول له شغل كذا قبل كذا فخلاص، يعني كلهم ليهم نفس البريورتي، فهو بيشغل على حسب بقى. يعني ممكن يطلع الاوتبوت ده ممكن يطلع الدي قبل الاتش عادي، مش شرط يعني ترتيب. فين كمل معانا باشمهندس كده؟ هنتكلم عن جوينينج او ثريد جوينينج. ثريد جوينينج دي حاجه بسيطه، هو بيعمل ايه؟ هو بيستنى لما احط الفانكشن دي، هو بيستنى لغايه ما الثريد اللي انا عايز اعملها جوينينج دي تترمينيت. ازاي؟ السنتكس بتاعها لازم هي بترجع للانتجر اول حاجه، عشان لو رجع بزيرو فده يعني ان الجوينينج تم سكسسفول، بس لو ما رجعش رجع رقم غريب او ايرور نمبر يعني، فده ان الجوينينج حصل فيه حاجه. ده الثريد اللي انا عايز اعمل له جوين، وده بوينتر بس بيشاور على المكان اللي هو بيقول انه رجع سكسسفول ولا ما رجعش سكسسفول. ده فانكشن بسيطه كده برنت هلو فروم ثريد كذا كذا والاي دي بتاعها. فهنا في المين انا معرف انا هنا معرف نمبر اوف ثريدز 8، انا عندي 8 ثريدز، وعامل فور لوب تكريت ثريد هنا والفانكشن اللي كتبتها قبل شويه. وبعد كده بقى عامل فور لوب ثانيه بالجوين،
الاوتبوت المتوقع ايه؟ الكرييشن مش دايما هتلاقيها 0 1 ل 7 عادي ممكن تلاقيها 4 5 3 6 ولكن الجوني عشان انا بستنى انه الثريد رقم 0 يخلص فهتلاقيها هي 0 1 2 لغايه 7 بالترتيب بس هو كده الجوني. يعني ايه شيرد ميموري؟ شيرد ميموري يعني زي ما قال قبل كده انه الميموري كلهم شايفينها ككود وكداتا. يعني الميموري هي متقسمه كده في هنا ستات مهيب بقى فالثريدز كلهم شايفين الداتا والكود بس الثريدز كل واحد ليه ستات لوحده وهيب لوحده فده يعني ايه؟ ده يعني ان الثريدز كلها ليها الاكسس للسيمي جلوبال بس ان كلهم واحد لما اعرف حاجه جوه الثريدز دي مش سامع نفس الهيب كلهم نفس الهيب المهم انت كبروجرامر المفروض تكون مسؤول عن العمليات اللي انت هتعملها بحيث انه اي حاجه هتكتبها او هتقراها ما تكونش تدخل في بعض بما انهم كلهم ليهم نفس الداتا يعني ونفس الهيب زي ما قال الدكتور قبل شويه. ثريد كونسيكونسز يعني ايه التبعات بتاعت الثريدز؟ اول حاجه ناشد ستيت يعني لو مثلا عندي اربعه ثريد كل مثلا ثريد غير حاجه في فاريو بالغلط فده هياثر على كل الثريدز الثانيه عشان كلها شايفين. ثاني حاجه تشينج نيم by one thread on shared system resources such as closing a file will be seen by all other threads. يعني لو انا عندي اثنين threads واحد الاثنين مثلا بيقروا نفس الفايل وفي واحد بعد ما خلصوا قروا تمام قفلوا فالمفروض الثاني هو يكون مستني ان الفايل ده يكون مفتوح اساسا فلقاه قفل فده هيبوظ الدنيا يعني. ثاني حاجه two pointers having the same value point to the same data يعني عادي يكون في اثنين بوينتر عندهم نفس الفاليو نفس الداتا. Reading and writing to the same memory location is possible. يعني عادي ممكن الثريد والثاني يكونوا بيشاوروا على نفس المكان في الميموري وبيكتبوا وبيقروا منه. اخر حاجه بقى انه البروجرامر المفروض يكون مسؤول على انه يكون بيقرا وبيكتب بشكل منظم علشان ما يحصلش عك. Many library functions are not thread safe. الثريد سيف هنتكلم عليها كمان شويه بس اللي عايز تفهموه دلوقتي انه عادي في library functions بترجع بوينترز نفس البوينترز على نفس المكان في الميموري. فلما مثلا انا مستخدم الفانكشن جيت هوست باي نيم دي في كذا ثريد هي هترجع نفس البوينتر على نفس الميموري فممكن يخش على بعض وبرضه يبوظ الدنيا. اخر حاجه لاك اوف روبستنس يعني اي حاجه يعني مثلا عندي ثلاثه ثريدز في واحد عمل ثروينج اكسبشن الاثنين الباقيين هيبوظوا يعني هيترمينيت وبس كان معايا عبد الحميد بس الصوت واضح كده انا هتكلم معاكم دلوقتي عن ثريد سيرفيس. ثريد سيرفيس هو ability انك تكسكيول مالتيبل ثريدز simultaneously without collaborating shared data او يكون ولازم يكون فري من اي ريس كونديشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت عامل مالتيبل ثريد وعشان يكون امن لازم تتاكد انك بتقرا من بتكتب في الميموري صح وتقرا صح. يعني لو انت مستخدم مثلا لايبراري او اي حاجه وبيستخدم منها فانكشن ممكن الفانكشن ديت تكون بترجع بوينتر لمكان ثابت في الميموري فانت كل ما تيجي يعني تستخدم الفانكشن ديت من اي ثريد هيغير في نفس المكان فكده الداتا هتتلخبط. والريس كونديشن هو التصارع بين لو انت مستخدم كذا ثريد
تتصرف ما بينهم ان هم يأكسسوا نفس يعني ان هم يغيروا في نفس الجلوبال فاريبل اللي انت مستخدمه يعني في نفس الوقت، فكده ممكن يحصل مشكله. فدلوقتي هناخد دلوقتي اللي هو الميموري، لو انت عندك دلوقتي كذا ثريد والفانكشن ديت انت عامل لها انكلود من اي لايبراري وانت مش عارف ان هي بتغير في مكان ثابت في الميموري، فاللي هيحصل ان هم كلهم هيتنقلوا الفانكشن ديت وهيروحوا عند المكان دوت ويغيروا فيه، فكده ممكن الداتا كلها بتقراها تبقى جاربيج بالنسبه لك. فلازم تتاكد لو انت مستخدم اي لايبراري او اي حاجه ان الفانكشن ما تكونش تعدل في مكان ثابت في الميموري. تمام. الداتا ريسنج او ريس كونديشن ده بيحصل لما يكون فيه اكتر من ثريد بيأكسسوا نفس المكان في الميموري في نفس الوقت، ممكن يعني يحصل اي مشكله. طيب دلوقتي احنا عندنا المثال اللي هو بيحسب بندور على البيست كوست، فبنشوف لو هي المايك كوست اللي معايا اقل من البيست كوست يبقى هي ديت البيست كوست. فلو عندنا اثنين ثريد في نفس الوقت جم في نفس المكان دلوقتي اللي هو الاول، فاني داتا اللي هتحط؟ يعني لو عندي الداتا الداخليه 50 بقارنها بالبيست كوست الموجوده وعندي 75 بقارنها بالبيست كوست الموجوده، ممكن ايه اللي يحصل؟ ان دلوقتي لو هنا مثلا في البيست كوست هنا في 80 مثلا او حاجه ديت هتقارن 75 بال 80 في نفس الوقت ديت كانت قارنتها وحطيتها في يعني اتعملت لها اساين بالبيست كوست، فكده ديت هتقارن ال 75 بال 80 وهتخش تحطها على ال 50 اللي هي في الموجوده، فاهم؟ فاهمين يعني اللي حصل؟ فكده دوت ممكن دوت نسميه كريتيكال سيكشن ممكن يحصل مشكله، فدوت بيبقى ليه حل اسمه ميوتكس هنتكلم عنه قدام يعني. طيب دلوقتي انا ليه ما استخدمش يعني بستخدم ثريدز وما استخدمش بروسيس يعني انت بروسيس؟ دلوقتي البروجرام عندي لو هو ديبندنت بيبقى عندي حل واحد بس اللي هو انا اخليهم سيرياليزيشن، لكن هو لو ديبندنت على بعضه يعني لو الاوبريشن مش ديبندنت على بعضيهم فممكن استخدم مالتيبل ثريدنج او مالتيبل بروسيسنج. طيب كان شويه عن بروبرتيز كده سريعه، لو انا دلوقتي عندي بروسيس وعايز اكريت بروسيس ثانيه فهحتاج سيستم كول عشان لازم اكون في الكيرنل مود فعشان ان هو يكريت بروسيس ثانيه، فكل شويه لو انا عندي مثلا بروسيس وعايز اعمل بروسيس ثانيه وانتهى فبعمل اللي هو مثلا ممكن استخدم فورد او اي حاجه، فدوت بيحتاج سيستم كول كتير عشان يكون في الكيرنال المود واعمل الوكيت للميموري وكده. وعندنا كل بروسيس بيبقى ليها ادرس سبيس خاص بيها يعني، فكلهم بيبقوا منفصلين على بعض، فكده بيصعب الكوميونيكيشن بين البروسيسز وبعضيها، لكن لو في الثريد بيبقى كلهم شيرد في الميموري فيعني يقدروا يكلموا يعني يحصل كوميونيكيشن على الميموري يعني بشكل اسرع من هو البروسيس. ولو انا هستخدم ثريد ممكن مش هحتاج مثلا غير يعني اقل من لو انا مش هتكلم يعني هاردوير او اي حاجه ممكن ما احتاجش غير هي سيستم كل واحده بس اللي هي كريت للبروسيس اللي هي الاولانيه وبعد كده اعمل كريت لاي ثريد عادي على طول من غير ما احتاج اي سيستم كول. تمام. وعندنا الثريد شيرد ميموري وبنحتاج هنا فيور ريسورسز عشان هي شيرد الميموري، لكن في البروسيس كل واحده بتالكويت ميموري جديده ليها فكده بيبقى اهدار للريسورسز عن لو استخدمت الثريد. تمام. وعندنا الاوفرلابنج سي بي يو ويز انبوت اوتبوت، لو انا عندي انبوت اوتبوت اوبريشن وعندي سي بي يو اوبريشن ممكن الاثنين يتعملوا في نفس الوقت حتى لو عندي سنجل بروسيسور وسنجل كور. ازاي؟ عندي انا البروسيسور لو جات له اي انبوت اوتبوت اوبريشن على طول هيروح يكلم الداتا ميموري اكسس ديت كنترولر، ومثلا هنا لو عندي برنتر او اي حاجه هيخليها تاكسسها على طول فهيشتغل انبوت اوتبوت اوبريشن، دي ان هي هتكلم الميموري ويبعت للبرنتر على طول، في نفس الوقت ممكن استغل السي بي يو دوت في اي اوبريشن الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت. دي كده مقارنه سريعه بين لو استخدمت بروسيس وثريد. طبعا عارفين البروسيس اللي هي البروجرام في الاكسكيوشن، عندنا البروسيس بتاخد وقت كتير ان هي تترمينيت او تكريت عشان محتاج لها سيستم كول ويغير من اليوزر مود للكيرنال مود ويالكويت الميموري وكده، وبعد كده ياخد الاي دي بتاعها يحطها في البروسيس تيبل انتري، فكده ده بياخد وقت، لكن الثريد عادي على طول عشان هي في نفس البروسيس وبتبقى بروسيس واحده ويكريت منها الثريد. وهنا عندنا البروسيس ايزوليتد وهنا شيرد، يعني ايزوليتد كل ثريد بيبقى ليها ادرس سبيس الخاص بيها، ودوت اكيد طبعا الاوفر هيد اعلى من لو الثريدنج عشان بعمل سيستم كول كتير.
محتاج مور سيستم ريسورسز عشان كل بروسيسز يبقى ليها الميموري الخاص بيها. ودلوقتي هتكلمنا باشمهندس شريدان عن السينكرونايزيشن. هاي يا جماعه سامعيني من غير مايك ولا ايه؟ خالص؟ نعم؟ طب ممكن اعديه تمام كده ولا ايه؟ لا برضو؟ اوكي تمام؟ اوكي هتكلم عن السينكرونايزيشن بس قبل يعني قبل ما اخش في ايه هو عايز اتكلم احنا ليه اصلا لجأنا له تمام؟ واحنا اتكلمنا ان الثريدز اصلا بتبقى شيرد ميموري وكده ف انا مثلا عايزه اخلي الثريدز دي تغير حاجه في بيس اوف كود وتمر هي ايه بقى فانكشن او ايا يكن هي عايزه تغير فهي شايفه كل الثريدز شايفه الكود والديتا فكلهم عايزين يغيروا ويعملوا الحاجه اللي انا طالباها منهم فممكن ده بيؤدي الكونفليكت كده كده مش موضوع ممكن هو كده كده هيؤدي الكونفليكت ان كله عايز يؤدي الوظيفه بتاعته فالريزلت تبقى مش مظبوطه ممكن حاجه اوفررايت على حاجه تريد من حاجه انا اصلا الثريد الثاني ما عملهاش رايت وهكذا فعشان كده انا كنت عايزه اتجنب الموضوع ده او احله بالسينكرونايزيشن تمام ده المشكله يعني هو انا حابه اشرح السبوره والسلايدز اوريدي موجوده ف والمايك هي السينكرونايزيشن اوريدي دي سواء function او piece of او lines of code او classes يعني ال level بتاع ال class تمام ده بالنسبة لل types بتاعت ال threads حد معايا ولا okay. ده اللي انا قلته method هو بس على ال level بتاع ال functions يعني وال threads بتحاول synchronization عمل ايه بقى ان انا مثلا دخل على الكود ده هو يخش الـ هيخش 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 الـ هيخ
الثريد واحد بس هو اللي هيخش يقفل له الكود. بعد ما يخلص خالص هيريليز اللوك بتاعي عشان اي ثريد تاني يسال بقى هل اللوك موجود ولا لا، لو موجود يخش ينفذ الكود وهكذا. ده البلوك، البلوك هو قالنا احنا قلنا الكود كله عندي، انا عايزه اطبق السينكرونايزيشن على سبيسيفيك لاينز اوف اوف الكود دي. ده الاكزامبل اللي هو بيقول لك انت عندك مثلا كذا سطر، فانت عايز بس تسبيسيفاي عدد معين من السطور، فبالتالي يسموها البلوك سينكرونايزيشن. اوكي، هو طبعا مش كل حاجه بتبقى كويسه يعني في المطلق، بتبقى في زي بروس وكونز كده. ف موضوع السينكرونايزيشن عمل ليميتيشن او قلل الافشنسي عندي ليه؟ تعالوا نقرا سوا. ان السينكرونايز ميثود ران سلولي اند كان ديجريد البرفورمانس، بمعنى ان انا مثلا ده عندي كريتيكال سيكشن، انا لسه هستنى ان اسال هل اللوك موجود مش موجود هخش اكتب في واحد بس من الاستيتيوت كود عندي كاني شغاله في المنشن اصلا، حاجه واحده بس مش شغاله لحد ما خلص هجري الاجابه وهكذا. فكل ده يعني يبطل بقى الوقت، يعني التفاعل. فدي من ضمن المشاكل او مش المشاكل، خلينا نقول الدارك سايد من السينكرونايزيشن يعني. بس فهو بيقول لك شو اسمه هنا مثلا، بس يعني حوار الليميتيشن ده هو بيتكلم عن اللي هو بيديكريز الافشنسي في معظم الاوقات يعني. اوكي، ده الستاتيك كونتين. اوكي، هنتكلم عن البارير. سامعيني؟ Thank you.
بقى ايه في الطريقه. طب انا ليه اصلا
بعد ما خلصت خلاص البارير خلاص ما بقاش فيه موجود والثريدز خلاص هتكمل طبيعتها. انا ليه خزنت القيمه دي بتاعت الاد بتاعت عدد الثريدز في الكاونت؟ حد طب انا اوريدي اصلا بالظبط يعني انا عايز اعمل بارير تاني بنفس عدد الثريدز اوريدي انا مدخلاها على فكره اللي انت قلتها ما جاش في يعني انا خزنت الكام ده بسببين عشان اعرف خلاص انا انفيتيشن ان خلاص البارير تم ان هو خلاص كده الثريدز عدد الثريدز وصلت والبارير خلاص هيريز. دي اول حاجه. ثاني حاجه انا حفظت فيها عشان بعد كده الثريدز دي لو انا حطيتها تخش على بارير تاني فتمام انا عارفه عددهم وما هخش بنفس الالجوريزم ده والموضوع هيتكرر نفسه. بس وسوري على الصوت الواطي. نتكلم تاني على الداتا دي داتا ريسينج وريسك كونديشن اكتر عشان نعرف ازاي نقدر نحل المشكله زي كده. زي ما قلنا قبل كده الداتا ريسينج او ريسينج كونديشن هو بيحصل لما اتنين ثريد او اكتر بيحاولوا ياكسسوا نفس الميموري في نفس الوقت. وعشان نفهم المشكله في حاجه زي دي هناخد المثال ده. عندنا دلوقتي اتنين ثريد عايزين يكمبيوتوا اكس ايكوال اكس بلس واي. اكس دوت هو جلوبال فاريبل بيساوي زيرو وعندنا الواي ده هو الرانك بتاع كل ثريد. رانك يعني هي ثريد واحد او اثنين او ثلاثه او كده. فهنفترض ان هو ده التايم سيكونس اللي هم اشتغلوا بيه. في الاول في المين ثريد هعمل ستارت للثريد الاولى بعدين في التايم الثاني قام عملت هنا اساين الرانك بتاعها للواي وبدا الثريد الثاني بعد كده عملت ثريد فاليو للاكس وعملت اساين هنا في الناحيه الثانيه اللي هو الرانك بتاعها. هنا عملت كومبيوت اكس للواي هنا حصل ريد للفاليو بتاع الاكس. هنا حصلت المشكله بتاعت الداتا ريسنج او ريسنج كونديشن ان حصل ان الثريد الثانيه عملت ريد للفاليو بتاع الاكس قبل ما يحصل انها تسيب الثريد الاولى الفاليو بتاعتها. هو ده ريسينج كونديشن ان احنا عندنا ثريد كسبان وثريد خسران. ثريد كسبت في الاخر اللي هي الثريد اللي عرفت تحط الفاليو بتاعتها يعني. وعشان وده بيدينا لحاجه جديده يعني اللي هي اسمها كريتيكال سيكشن. هي الكريتيكال سيكشن ده هو كود سيجمنت ما ينفعش غير ثريد واحده بس هي اللي تخش. وعشان نخلي حاجه زي ان احنا نطبقها يعني ونحل مشكله الكريتيكال سيكشن عندنا حاجه اسمها الميوتكس. الميوتكس دي اختصار للميوتوال اكسكلوجن. الميوتكس دي بتخلينا ان احنا بروتكت الكريتيكال سيكشن في البي ثريدز وما بتخليش غير ثريد واحده بس هي فعلا اللي تخش جوه اللي هو الكود سيجمنت ده.
دي الفانكشنز اللي احنا بنستعملها. عندنا اللي هي الانيشاليزيشن، نعمل انيشاليزيشن اللي هو الميتكس اوبجكت، نعمله ديستروي، واللوك واللوك هناخده اكتر في المثال الجاي. يعني دلوقتي احنا عايزين الكمبيوت اللي هو من واحد لان نعمل سميشن بتاع واحد لان، عندنا لان ب 20000 واللي عندنا 4 شات. فهي فانكشن بسيطه، كل واحد بحسب الرانك بتاعي، بعديها بشوف انا هعمل سميشن لكام رقم، وبعديها بشوف انا البدايه بتاعتي والنهايه بتاعتي. فلما انا هعمل ران للكود ده مش هشتغل بسبب الداتا ريسنج، وهتطلع الارقام كلها غلط يعني. فعشان نحل مشكله زي دي بالميوتكس، انا اول حاجه هعمل كريت للجلوبال فاريبل للميوتكس، واعمل انيشاليزيشن في المين، بعديها تيجي الحته بتاعه الكريتيكال سيكشن احط فيها اللوج. ايه اللي بيحصل في اللوج بقى؟ ان انا دلوقتي هيجي ثريد مثلا زيرو عايز اتاكسس الكريتيكال سيكشن ده، فهتعمل كل البي ثريد لوج، فما تلاقيش حد قبل يعمل كل الفانكشن، فهتخش عادي الكريتيكال سيكشن. تيجي بقى ثريد 1 مثلا عايز تخش الكريتيكال سيكشن دوت، تلاقي لا في واحده قبل عامله لوج، فهتستنى. واي ثريد بعديها برده لحد ما يحصل ريليز هتبقى مستنى، لحد ما الثريد اللي كانت جوه تعمل ريليز. بعد كده هيبقى براندوم، يعني ان ثريد ثانيه هتخش بعد كده تنفذ اللي هو الكريتيكال سيكشن بس. وبعد ما رنيت الكود كان الاجابات دايما هي مظبوطه، يعني هو ده اللي بيوتكس بس مع باشمهندس سعد. جايبين اخركم، بس هي حته لذيذه يعني مش وحشه. فالصوت كده تمام ولا مايك تمام؟ تمام اوكي. طيب انا هتكلم عن جزء البروديوسر والكونسيومرز تمام، باستخدام اللوكس او الكونديشن فاريبلز. بس قبل ده كله هنفهم بقى يعني ايه بروديوسر والكونسيومرز، ويعني ايه لوكس وكده يعني. طيب اولا كده يعني ايه سينكرونايزيشن؟ تمام اوكي. احنا عامه اتكلمنا عنه بالتفاصيل كتير يعني، بس هي عباره عن مالتيبل ثريدز بتحاول تاكسس شيرد ريسورس ات ا تايم. فانا عايز اعمل كنترول على القصه دي، فده السينكرونايزيشن. طب ايه هم التو سيناريوز اللي احنا هنتكلم عنهم في التوبيك ده هنغطيهم؟ هم الميوتكس وحاجه اسمها بروديوسر وكونسيومرز. الميوتكس الباشمهندس خالد خلاص اتكلم عنها. طيب هنتكلم عن البروديوسر والكونسيومرز. البروديوسرز هي مجموعه من ثريدز بتبروديوس داتا، ولكن الكونسيومرز مش محتاجه، يعني هي مجموعه من ثريدز بتكونسيوم الداتا للبروديوسرز انتجتها. طب ايه وجه الكوميونيكيشن ما بينهم؟ شيرد بافر، واحد بيحط البروديوسر بيحط الداتا فيه، والكونسيومر بياخد الداتا منها. طيب فين برضو المشكله هنا؟ لو بصينا هنا هنلاقي ان الداتا بافر عندي فيه كذا بروديوسر عايز ياكسس الداتا بافر، كذا كونسيومر عايز برضو ياكسس البافر دي. فهي المشكله واضحه، والبافر ده السايز بتاعه بيشيل داتا واحده بس، فدي المشكله انه ما ينفعش يشيل غير داتا واحده وكذا واحد عايز ياكسس. فهي مشكله السنكرونايزيشن هنا واضحه. طب نبتدي نحلها ازاي؟ عندي حلين، يا اللوكس يا اما الكونديشن فاريبلز. طيب اللوكس باشمهندس خالد غطى يعني المفروض الكونسبت يعني، فاحنا هنخش على طول ايه على الشرح. طيب ده الديفينيشن اللي انا قلته، يعني ايه بروديوسر، يعني ايه كونسيومرز، يعني ايه شيرد بافر ما بينهم، وان هو السايز بتاعه بيشيل داتا واحده بس. طيب لو بصينا هنا هنلاقي ان هنا الداتا افيلبل ده اللي هو البفر بتاعي، معناها ان هو لو واحد يبقى هو مليان، لو زيرو يبقى هو انتي. هيعمل هنا انشاليزيشن للميوتكس بتاعي. هنخش بقى في الفانكشن بتاعت البروديوسر. هنا هيكاري الداتا، داتا بروديوسر هيكاري الداتا، خلي انسيرتد زيرو. هيخش الواي لوك دي، لو انسيرتد زيرو مفيش حاجه لسه انسيرتد، هيخش يعمل لوك بحيث ان مفيش اي ثريد ثانيه تقدر تاكسس الكريتيكال سيكشن ده وانا بنفذ. فيسال هل البفر ده فاضي؟ تمام اه فاضي. خلاص هينسرت الداتا دي ويخلي البفر مليان، ويخلي الانسرت الواحد بيعمل انلوك يريليز اللوك ده، بحيث ان اي ثريد ثانيه عايزه تاكسس الكريتيكال سيكشن ده تقدر تاكسس. نفس الكلام على الكونسيومر، بس هنا في اكستراكتد هيسال برده لو الاكستراكتد ده زيرو هيخش يعمل لوك، يسال هل البفر ده مليان او مليان مثلا. خلاص هيكستراكت الداتا دي ويخلي البفر هيخلي البفر زيرو خلاص فضاه، سلاح واحد ويانلوك ايه ال هيريليز اللوك ده بحيث انه اي ايه اي ثريد ثانيه تاكسس الكريتيكال سيكشن ده، ويبعت الداتا دي للبروسيس. داتا دي بقى يعني اي اوبريشن بتعملها، بتطبع بتسيف وات ايفر يعني. طيب
ايه هي الاوفر هيدز بتاعت اللوكينج؟ باين كده من اللوكس بتشتغل سيريال مش بارل. ليه؟ لان ثريد بتخش بتخلي ثريد تانية تستنى لغايه لما ثريد تانية تيجي ايه تاكسس المكان ده. هما شغالين سيريالايزيشن مش ان بارل. فالبروجرام كله شغال بارل، لكن الكريتيكال سيكشن ده بالذات، الكريتيكال سيكشن ده بالذات هو شغال سيكوينشال. فبالتالي هي بتنفورس بتجبر الثريدز انها تشتغل سيكوينشال مش بارل. طيب في مشكله ان الكريتيكال سيكشن ده لو زاد بالتالي البرفورمانس بتاعي يقل، لان التايم هيزيد، كذا ثريد بتاكسس المكان ده بس مش في نفس الوقت، ده كذا وقت فمتقسم فمجموعه كله كده الوقت هيزيد. طب ايه الحل؟ ان انا ممكن اقلله عن طريق حاجه اسمها بدل ما استخدم لوك استخدم تراي لوك. ده السنتكس بتاعها بس اوفرول كده الفرق يعني الجوهري ما بينهم ان اللوك لو جت اي ثريد تاكسس الكريتيكال سيكشن ده بتخليها بلوك، ما تعملش اي حاجه تانية، تفضل مستنيه لغايه لما ريليز اللوك ده. لكن تراي لوك خلاص هي بترد عليها، انا يعني هي افيلبل خلاص خش، طب انا مش افيلبل خلاص ابعت لها نبيذي بحيث الثريد دي تقدر تعمل حاجه تانية. فهي اسرع واحسن في البرفورمانس. طيب نتكلم بقى عن كده، احنا غطينا يعني البروديوسر والكونسيومرز باستخدام اللوكس. طب ايه بقى باستخدام الكونديشن فاريبلز؟ ده نوع تاني من انواع السينكرونايزيشن. بس تعالوا نفهم يعني ايه اصلا كونديشن فاريبلز. هو القلم بتاع الحمد هو الكونديشن فاريبلز بيعتمد على تو ايفنتس اللي هما الويتنج والسيجنال. طيب قبل ما خلينا على السلايد الثانيه عشان تبقوا معايا. طيب ايه هي بقى الكونديشن فاريبلز؟ هي عباره عن كيو الثريد بتخش فيها بتبقى ويتنج او سليبنج يعني مستنيه كونديشن معين يبقى ترو عشان تبتدي ايه تعمل اكسكيوشن للبروجرام او الستيتمنتس اللي هي ماشيه فيه. فبالتالي هي هنا سليبنج انتل اسيجنال تيجي من ثريد ثانيه تقول لها ويك اب كملي بقى الكونديشن بتاع الكونديشن بقى ترو اللي انت مستنياه يلا كملي اكسكيوشن. فبالتالي ده احسن شويه افيشنت عن اللوكس بحيث انها بتفضل ويتنج ما بتعملش حاجه. طب ما اخليها سليبنج واديها نوتيفيكيشن لما الكونديشن ده يتحقق. وفي حاجه تانية، في هما هيبقوا عندنا تو فانكشنز اساسيين الويتنج والسيجنال. هتلاقي على الويتنج قدام بس هنتكلم عنها ان احنا بنستخدم عليها وايل لوب، وهنقول ليه دلوقتي ليه مش ايه كونديشن مثلا. والحاجه الثانيه ان اي كونديشن فاريبلز هنستخدمه نستخدم معاه ميوتكس لازم لوك. اي كونديشن فاريبل اسوشيتد دايما باي لوكس عشان نقول برضو ايه الفكره. احنا كده شرحنا المفهوم بتاع الكونديشن فاريبل. طب ايه ده علاقته بالبروديوسر والكونسيومرز اللي احنا لسه قايلينها؟ لو خدت بالكم هتلاقوا ان البروديوسر ده بيستنى لغايه لما الكونسيومر ياخد الداتا اللي هنا بحيث يقدر يحط داتا، والكونسيومر بيستنى البروديوسر يحط الداتا عشان يقدر ياخدها. فكل واحد ويتنج هنا كونديشن معين. عندي تو كونديشنز ان هو البفر يكون فل او امتي. فده بالظبط الكونديشن فاريبلز بتطبقه. دول التو كونديشنز اللي عندي واخليهم ويتنج في الكيو اللي احنا قلناه لغايه لما تيجي سيجنال من الناحيه الثانيه تقول له ويك اب خلاص انا حطيت حاجه في الداتا. طب انا خلاص شلت حاجه في الداتا فابتدي ايه اشتغل كمل اكسكيوشن. ماشي، حد عنده فكره من اللي انا قلته ده؟ ليه احنا مع الكونديشن فاريبلز ممكن نستخدم لوكس؟ ليه لازم لوكس؟ يعني ليه مش كونديشن وخلاص؟ يعني ليه ما قلتش ايه مثلا الكونديشن ده اتحقق مثلا زيرو خش نفذ الحاجه دي؟ ليه لوكس؟ قول يا مايك. نفس الكونديشن هيبقى كل الثريدز هتحتاج كلهم يا اما هتقولوا يا اما كلهم مش هيقولوا. انما اللوك بيسمح لي ان انا ابقى سويتش فيرنس. هيبقى بيميز بين الثريدز دي والثريدز. لا مش قوي. انا قصدي ان مثلا ليه الكونديشن ما اتقالش كده وخلاص؟ ليه لازم مثلا هحط لوك على الكونديشن ده؟ يعني هنا بص مثلا
لو الكونديشن ده لو مثلا البفر ده لو احنا بنتكلم على البروديوسر مثلا تمام، لو البروديوسر ده لقى ان البفر ده لسه مليان هيخش يقول تمام، فلو جه اي تاني ثريد هتسال هل الكونديشن ده اسمه ايه ده ان الكونديشن ده البفر ده مليان مثلا فتخش تويت، ايه المشكله ليه لازم نحط هنا لوب وهنا لوب او يعني في النهايه انا هنقلها ونتكلم عنها. هنا يعني بس انا عشان ايه اوضح لكم الفكره، نفرض ان دول تو فانكشنز واحده اسمها جوين واحده اسمها اس، نفرض ان انا عندي تو ثريدز مثلا هما بي 1 وبي 2، نفرض ان بي 1 بتنفذ الجزء ده وبي 2 بتنفذ الجزء ده تمام، لما تيجي مثلا بي 1 تنفذ جوين دخلت جوين هتسال هل دون ايكوال زيرو، يعني هل مثلا بي دي بي 2 دي عملت الحاجه دي، فهتلاقي انه زيرو لسه ما عملتش الحاجه دي فهتخش توين يعني هتخش سليب تمام؟ سليب فين في الكيو؟ هتسليب في الكيو ده فهي دخلت هنا تمام؟ لما لو هي سألت ايه دون ايكوال زيرو خلينا في النقطة دي قبل ما تخش سليب، يعني هي ديسايدد تو سليب، نفرض انه في الوقت اللي هي لسه بتقرر فيه انها تسليب كانت البي 2 دي دخلت اكزيت وخلت دون واحد وبعتت سيجنال، لما تبعت سيجنال هتخش الكيو ده هتلاقيه فاضي، انا لسه ما دخلتش، انا بقول لكم ككريتيكال يعني ككيس معينه ان هي لسه هنا بتقرر انها تخش، هتروح السيجنال دي هتروح الكونديشن فاريبل او الكيو ده يعني هتلاقيه فاضي مفيش حد سليبي، فخلاص السيجنال دي هاز نو افكت خلاص روح، فهتخش دي سليب مفيش سيجنال هتجيلها تفضل سليبنج فور ايفر، طب انا كده ما عملتش حاجه، فبالتالي هحط هنا لوك قبل الكونديشن يعني هحط هنا لو بحيث ان لو في ثريد هتخش تتشيك الكونديشن ده تبقى قافله، بحيث ان لو في سيجنال جت تبقى تستنى لغايه لما الميوت الكونديشن ويت ده يفتح اللوك، بمعنى ايه؟ خلينا عينك بالراحه ان مثلا في ثريد ده عملت اكواير اللوك هتسال هل البي 2 دي مثلا خلصت يعني دش؟ لا هتخش تسليب ولما الكونديشن ويت دي تدخلها تسليب هتفتح اللوك بحيث لو جت سيجنال توصل لها وتقول لها ويك اب ايه كملي اكسكيوشن، وصلت ولا ما وصلتش؟ اللوك ده عباره عن هو حاجه بتمنع السيجنال تستنى بالظبط، يعني هي السيجنال مرتبطه بالكونديشن ويت التو فانكشنز دول بيشتغلوا مع بعض، فلو هي بعتت سيجنال ومفيش حاجه في الكيو صحيحه خلاص السيجنال دي روحت، ولكن لازم تكون حاجه في حاجه سليبنج، فاللوك ده بيشيل لو حاجه في الكيو ولا لا؟ لا اللوك ده بيمنع لو اي حاجه تخش مفيش حاجه بتحصل، يعني لو في سيجنال جت او اي ثريد ثانيه مفيش لغايه لما اللوك يكون ده يخلص وبعدين اللوك ده يتسال، ده كيس ما هو هنا اللوك فايدته يعني اللي فات ان هو ما يخليش ثريد تخش تمام، هنا بقى ان مفيش ثريد تخش والتارجت الثاني ان مفيش سيجنال تخش وانا لسه ما قررتش ناس تبقى انا لسه بقرر انا يعني ما مش انا لسه ما دخلتش اسليب ولا انا اصلا دخلت سليب، لا انا لسه بتصيد ان انا سليب وراحت جايه السيجنال، طب ما انا لسه ما نمتش يعني ما حدش يعني ما انا ما نمتش يعني اللوك ده بيتفتح بعد ما انا بسليب بالظبط، هي الكونديشن ويت فكرتها ايه؟ بتدخل الثريد دي تسليب في الكيو وتروح فاتحه اللوك بحيث ان اي ثريد ثانيه هتبعت سيجنال اللي هي الكونسيومر مثلا تقدر تستقبلها وتاكسس الكونديشن فاريبل، وصلت ولا تمام؟ طب هي دي هتوضح علينا حاجات كتير قدام. وعلى فكره يعني هي بعد ما بتخليها مثلا
خلاص نيرت، نفرض ان جت سيجنال قبل ما تويك اب الثريد دي عشان تكمل اكسكيوشن بتقفل اللوك تاني عشان ما ينفعش الثريد تخش والبي دي صحيت خلاص هتكمل اكسكيوشن للبروجرام، ما ينفعش. فهي بتفتح اللوك لما تخليها تسليب، اول لازم تتاكد انها خلاص دخلتها تسليب هتفتح اللوك، بحيث لو جت سيجنال او ثريد ثانيه عادي مش مشكله، لو جت ثريد ثانيه هتنفذ مفيش حاجه اصلا دي نايمه. طب لو جت سيجنال خلاص هتويك اب بتقفل اللوك بحيث ما فيش اي ثريد ثانيه تاكسس وايل دي ايه تكمل اكسكيوشن. طيب حد عنده فكره واحنا مثلا هنا هي إيه دي بس عشان تبلغ بس هي عامه بتقول حد عنده فكره هي دي وايد دي يعني ليه بتشيك على الكونديشن بويد دي مش اف كونديشن هي جات لها سيجنال تمام المفروض تكمل اكسكيوشن تفتكر لها في وايل لوب ليه هي مثلا بعد ما ترجع من الويت يعني ترجع من الكيو ده لازم تري تشيك تاني الكونديشن تتاكد ان البفر فعلا او يعني ده دون لا يعني هو لا برضه هو في يعني في حاجه كده ان في ريزونز كتير ممكن تخلي الثريد اللي هنا تويك اب فور ميني ريزونز يعني مش ان في سيجنال يعني ممكن تكون ما فيش سيجنال اصلا اتبع مفيش اي سيجنال بقى بس هي وقرر ان هي ايه عايزه تكمل اكسكيوشن فلازم تري تشيك تاني على الكونديشن فالواي لوب دي لما ترفع يعني مثلا لو سالنا هنا البفر ده ايه هل البفر مثلا ايكوال زيرو نفرض ان ده البروديوسر وعايز يفتح حاجه ايكوال ايكوال هي نفرض ان هي وقفت من نفسها كده وعايزه تكمل اكسكيوشن فهتسال هل البفر بواحد يعني هل البفر لسه مليان هتلاقيه اه فهتفضل تسليب تاني لان البفر ما اتغيرش ما جاتش سيجنال تقول ان البفر مثلا فاضي ولكن الاف كونديشن لو احنا خليناها اف كونديشن هتقوم تكمل اكسكيوشن على طول ممكن يكون اصلا الكونديشن ما اتحققش فدي حاجه زي فيك ويك اب يعني بتصحى من غير ما سيجنال يعني بس هي ليها يعني ايشوز في الامبلمنتيشن يعني حاجه كده ممكن تحصل ماشي هنا دي فانكشنز انا اللي يهمني بس في الفانكشن يعني يهمني في السلايد دي هي الفانكشن سيجنال بروكست سيجنال بتبعت سيجنال ل1 ويتنج ثريد ولكن البروكست بتبعت لاول ويتنج ثريدز يعني سيجنال دي بتبعت لثريد واحده في الكيو لكن البروكست بتبعت لكل الويتنج الكونديشن ده ماشي طيب ده هنا دول التو كونديشنز اللي قلنا عليهم اللي هم الامتي البفر ده يعني مليان او فاضي دول التو كونديشنز اللي احنا بنشتغل عليهم الاكسلريشن والانتركشن عالي جدا مين ماشي نيجي بقى يعني نطبق ده على البروديوسر والكونسيومر لو بصينا هنا هنلاقي ان دي فانكشن بتاعت البروديوسر هتكاري ده هتخش تعمل لوك زي ما اتفقنا هتعمل لوك قبل ما تتشيك هتسال هنا تخش وايل لوك تسال هل البفر ده مليان فلو هي لقيته مليان يعني هي ما ينفعش تحط حاجه هتخش تنفذ كونديشن مين هتخش سليب وتفتح اللوك بحيث لو جت سيجنال تقدر تاكسسها وتصحيها وتقول لها كملي الاكسكيوشن ده في نفس الوقت تقفل اللوك بحيث تقدر تكمل في امان عائلات او اللوك نفسها طب بعد ما هي تخش تويت ده لو هي في حاله ان البفر مليان طب لو البفر فاضي هي ممكن تحط داتا خلاص سيرت الداتا دي هات الداتا قبلها بالواحد يعني البفر مليان وتبعت سيجنال للكونسيومر انه خلاص البفر ده فيه فاليو خش خدها بقى ويك اب وخش خدها وهنا يريليز الميوتكس حس ان لو في ثريد ثانيه عايزه تاكس من بقى الكريتيكال سيكشن ده الحته دي واضحه ولا دي يعني الخطوات العامه بس يعني التفاصيل مش التفاصيل في الكلام ان هو بيويت لغايه لما البفر ده يبقى انتي وبينوفايد باي كونسيومر يعني هي السيجنال اللي بتتباعت بالكونسيومر بعدين بينسرت الداتا عنده في البفر دي اللي احنا اتفقنا عليها في شيرد بفر ويبعت سيجنال للكونسيومر يقول له ايه ويك اب البفر مليانه روح خد داتا منه ماشي نفس الكلام على الكونسيومر الكونسيومر برضو بيخش يعمل لوك يسال هل البفر ده فاضي هل البفر ده فاضي فاه لو هو فاضي خلاص مش هيقدر ياخد منها داتا فهيخش يسليب في الكيو ويقفل يفتح اللوك بحيث لو جت سيجنال تقدر تصحيه وتخليه يكمل اكسكيوشن بس قبل ما تصحيه لازم تقفل اللوك تاني عشان مفيش اي سيت تانيه تاكسس للكونسيشن بس تكستراكت الداتا دي وتخلي البفر زيرو يعني خلاص فاضي تبعت سيجنال للبروديوسر تقول لها ويك اب ايه حطي داتا انا خلاص خلصت البفر بفوق وتقلق بحيث ان اي داتا تانيه اي
اي ثريد ثانيه تقدر تاكسس ده تبعت الداتا دي انها تبروسس نفس الخطوات اللي انا قلتها. انا كده خلصت. حد عنده اي اسئله؟ خلصنا كده.